الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافي المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير ما هي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واشرف واردع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رفيق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سلام عليك زين الأنبياء السلام أتقى الأدبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك
Oh.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صل عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه ما آلك الأضهار ما دين سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام هماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجان صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المهيب إلا وأبى ولأن شوانا أين المهيبون الذين عليهم بذل النفوس إسهانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به دعشوا أذهبرانا صلى الله عليه تجد الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل رب رضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى زيار المشركين شفع وارهف الآذانا صلى الله عليه واغسل إلى أوصاف طه المجتبى واغضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما ببحمد
بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عذى وقل يقضانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى برزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهيا صلى الله عليه طهره الله وما واختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبأمه وبذكره والنسر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى هذا وقد نشر الإله نوته في الكتب بينها لنا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتسبحون أوانا صلى الله قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادان صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل ضعط وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا صلى الله وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن أعطاه نهانا صلى الله عليه بالله كرر ذكر وصف محمد صل عليه كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صلِّ وسلِّم دائماً على حبيبك من إليك دعانا اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أهل الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد للمطلب رأى البرهانا قد كان يغمر نور ضاها وجهه وثراه ابن الوصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شاب ابن عبد مناف ابن قسي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أسس لذلك شانا صلى الله عليه وفق أصول المصطفى حتى ترى
وصوله عدنانا وهناك كفالا برفيه الأسماء لكان للأبي معوانا صلى الله وحينما حملت به آمنة يا أن يأخذ النسوان وبها أحاط لطف من رب السماء غص الأذى هم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وسلم وبين فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشافى صاحب القدر المرافع فملا نور النواحي يا رسول الله عما أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك شركين وبنا شركين تصدع ودنا وقت الهداية يا رسول الله وحب الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا القدر الأرفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد
الحسين يا إمام الرسالة مرحبا مرحبا هذه الآفة تدود مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاز الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون دراما قد من نول أفضل الله 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 يا ربي يا خير مهدي فتشهد ودنا تشفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا بثاني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا بك رحم الناس عليه وسلم مرحبا.
أسكنها يا رب أغثنا يا الله بحياة أفضل يهما يا الله ربي مغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الذي مشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله أحسن العقبى ومرجع يا الله ربي مغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وصلاة الله إذا شمل له الحسود جمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أمد الدهر وآل وصحابة ما سناشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.